أفضل فرصة لدراسة الطب وطب الأسنان في أوروبا. إذا كنت في جريد 12 وترغب بالالتحاق بجامعة مرموقة في الاتحاد الأوروبي لدراسة الطب وطب الأسنان ولا تدري كيف تبدأ، الآن فرصتك للدراسة في سلوفاكيا في سبتمبر القادم. الطب البشري 6 سنوات بمصروفات 10500 يورو، والأسنان 6 سنوات بمصروفات 11000 يورو. لا توجد سنة تحضيرية. وكما تعلمون، فسلوفاكيا هي دولة اتحاد أوروبي منطقة شنغن، فالدراسة تكون باللغة الإنجليزية. وكذلك الجامعة ترتيبها مرتفع ومعترف بها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفي أمريكا وكندا. القبول فقط معتمد على أداء الطالب في امتحان القبول في مادتي البيولوجي والكيمياء. سوف نتولى مهمة تجهيزك لهذا الامتحان، فلا تقلق، ونقوم بتسهيل إجراءات التأشيرة والسكن والسفر وجميع الإجراءات الأخرى من الألف إلى الياء. كل ما عليك هو سرعة التواصل معنا، وضع قدميك على بداية الطريق لمستقبل مشرق.